أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ابسط علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نحمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. سأحاول في هذا الفيديو أن أرد على المدعو محمد الزغبي فيما زعمه من أقوال ودعاه من كلام. فأقول يا محمد يا زغبي، لقد غيبت عقلك باستشهادك بأقوال علماء خلوا ومضوا، والحق أبلج وواضح وبسيط، وقد ظننت أنك فعلت شيئا، والحقيقة أنك لم تفعل أي شيء سوى تضليل العقلية المسلمة وتغييب الحقيقة الجلية الواضحة. وأنا وأعوذ بالله من قول أنا سأجيبك بكلام مختصر ومختصر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، كما أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم: يوم تبلى السرائر، أي فيظهر ما لم يكن ظاهرا أو بارزا، ويبدو ما لم يكن بينا وواضحا. إذن فكل ذلك الكلام الذي ذكرت وكل ذلك التفريع ليس له مبرر ولا داعي له أصلا، فإنما هو كثرة كلام وتزيد و يعني أقوال ليس منها فائدة، لأنها لم تقدم وربما تؤخر. إذن فمن مات على الكفر في ظاهر الأمر فنحن نحكم عليه بالكفر وكفر، ونحن نعلم بأن من مات على الكفر بكل بساطة فهو في جهنم وبئس المصير. إذن فلا لوم علينا في حكمنا الذي حكمناه وفي رأينا الذي ارتأيناه بناء على شواهد الواقع وعلامات الظاهر، وهذا شيء منسجم مع شريعتنا الإسلامية لا يخالف في شيء ناموسها الرباني، وحجتنا واضحة أمام رب العالمين يوم القيامة وليست بحجة داحضة أو مضحضة، داحضة للأباطيل وليست مضحضة لأنها على الحق. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. ونحن
لسنا في حاجة إلى استدلالك بأقوال الإمام النووي أو ابن عثيمين أو غيرهم، لأن الحق واضح، الحق أبلج، الحق بسيط، والأمر لا يحتاج إلى هذه التزيدات وإلى هذه التخرصات وإلى هذه المزايدات، فكل الأمر واضح جدا. وأعتقد بأن هذا الرد يكفي، وبأنه لا قول لك فوق يعني قول رسول الله، ولا رأي لك مع كتاب الله. وأعيد، نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، والله سبحانه وتعالى يقول عن يوم القيامة يوم تبلى السرائر، فالله هو الذي يعلم ما في القلوب، وهو الحاكم، وهو مالك يوم الدين، وهو الذي بيده مفاتيح الجنة والنار، وهو سبحانه وتعالى من يقرر في شأن عباده. ولكن مع ذلك نحن حسب شريعتنا الإسلامية من حقنا أن نحكم بالظاهر، والسرائر هي لله سبحانه وتعالى، ولا لوم علينا في هذا. وكلامك مردود عليك يا محمد يا زعبي، ومن جبنك أنك لم تترك مجالا للتعليقات، فلذلك اضطررت إلى أن أقوم بتسجيل هذا الفيديو، لأن لو كانت فيك شجاعة العلماء فعلا، ولو كنت فعلا من العلماء، لا تركت مجالا لمن يرد عليك، ولكنك ظننت أنك يعني بلغت المنتهى في العلم، وأنه لا تعليق ولا تعقيب ولا رد عليك، وهذا رد بسيط ولكنه عميق وناسف لما كنت تظنه أنه حجج وأنه أدلة وأنك قد فعلت شيئا، وأنت في الحق لم تفعل أي شيء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد العلماء وكبير الفهماء، وعلى آله ذوي الشأن العالي وأصحابه أولي القدر الغالي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.